سمنة بلدي، كوبايتين، كوباية، 3 كوبايات، تمام؟ كوبايتين كوباية، 3 كوبايات، كوبايتين سمنة، كوباية سكر باودر، 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين سمنة، كوباية سكر باودر، 3 كوبايات من الدقيق. بس أنا شلت شوية من الدقيق، حوالي ربع كوباية، وحطيت مكانهم حليب باودر، تمام؟ هتدي طعم حلو وتخليها ناشفة معايا كده، حاجة بسيطة وما تبقاش دايبة قوي الغريبة. هي الغريبة طبعا بتبقى دايبة، بتبقى أفضل، بس الحليب الباودر هيديها طعم حلو، تمام؟ خلينا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة السمنة طبعا تكون جامدة شوية في التلاجة، حطينا في التلاجة، ببدأ أحطها عندي في العجان. أنا زمان كنت أعملها بإيدي، صدقيني والله، أنا زمان كنت أقعد كده رايق وأجيب عندي بسيمة كبيرة وأحط ال3 كيلو سمنة والكيلو ونص سكر باودر وأقعد أعجنهم كده بإيدي، أبسهم بإيديا، تمام؟ في الإيد طلع الحاجة مظبوطة 10 على 10، الغريبة، فاهمة إزاي؟ عندك مضرب سلك زي ده ممكن تشتغلي بيه، عندك عجان مفيش مشكلة. احط عندي السكر الباودر، خلينا ناخد عندي المضرب ده افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كوبايتين سمنه، كوبايه ايه، سكر باودر، المهم حاططهم ونخفق عندي وانعمهم لحد ما ايه، لونهم ابيض خالص. هكون محضر عندي لوز، كاكاو، بسكوت باودر، البول الفضي بقى يعني ايمان اهو، اللي هو ده اهو، ده بجيب عندي بول مفضل اللي هو ده اهو، الصغير الجميل ده اهو، تمام؟ ونبدا ان شاء الله ان احنا نشتغل بيها. بص دي الغريبه اللي احنا عاملينها، هتلاقيها حاجه محترمه جدا، نشيلها. اهم حاجه في الغريبه التسويه، غريبه يعني فرن، هو بيني وبينك حاجه الكحك كلها وحاجه البسكوت كلها وحاجه العيد كلها محتاجه فرن، فرن 90% من الشغل، الفرن فعلا بالظبط 90% من الشغل بتاعنا. حلويات بالذات غير السخن، السخن لو درجه حراره التوزيع بتاعت الفرن مش مظبوطه عادي برده مفيش اي مشكله، مش هيحصل حاجه، لكن الحلويات بالذات او الكيك او البسكوتات او الكوكيز لازم درجة حرارة تكون في الفرن مظبوطة. فتخلي بالك لو لسه بتتجوزي او لسه بتجهزي نفسك، يبقى تجيبي فرن محترمة عشان تعرفي ان انت تشتغلي بيها، ويا ريت يكون بمروحة، يكون افضل المروحة بتوزع درجة حرارة، فبالتالي بيخلي كله يبقى لون واحد. هنا الدقيق، هنا بقى يا حمدي بحط عندي الدقيق وال3 كوبايات اللي ربع، واقوم حاطط عليهم الحليب البودر، تمام؟ ونبدا نقلب يا باشا، اهو التقليبه محترمه عليه. طيب بعد كده بقوم عامل ايه بقى؟ بص السمنه بقت عامله ازاي؟ خفقنا السمنه كويس جدا مع السكر البودر. بعد كده بقوم واخد ده بقى خلاص، نقول له شكرا. بعد كده بنقوم واخدين عندنا الايه، الدقيق مع الحليب البودر، نقوم منزلينه كله مره واحده. بعد كده نقوم منزلين عندي العجان، عينيا بقى معاها عشان ما تلفش كتير، مش عايز تعجن كتير. سيبها براحتها خالص، مش عايز اوريها لك اهي، شايفه؟ تقعد تلف 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 لحد ما العجينه كده تبقى تحس ان هي بدات تبقى ايه، تتكتل كده، تبقى كتل كده، تمام؟ ده حضرتك اهي. ادي الغريبه بتاعتنا، تمام؟ اهي
بنعمل ايه بقى؟ الخطوه دي مهمه جدا بقى في الغريبه كده، شايفه ازاي؟ بعد ما بتطلعيها عندك وتعجنيها لازم تعمليها كده. دي بنعمل فيها حاجه اسمها من ايه؟ بنقول لك بنحنن العجينه، بنخليها ناعمه معانا عن طريق ان انت بتاخديها بكف ايديك كده وتبداي ان انت ايه؟ كده اهي. عايزك بقى اوريكي بقى، يعني امسك حته كده صغيره واوريها لك هتبقى عامله ازاي. بص بقت عامله ازاي. لو لقيتيها مش ماسكه معاكي قوي ممكن تدخليها عندك التلاجة، لكن هي ما شاء الله دلوقتي تشتغل معاها زي الفل. نعرفها ازاي؟ بص بقت عامله ازاي في ايديا، في ايديك تلاقيها عامله ازاي. تمام، لو ضغطت عليها كده ما تفلقش منك، لو شققت منك يبقى العجينه مش مظبوطه في الكحك وفي الغريبه. اي عجينه في العموم، في البسكوت، في الغريبه، لو شققت منك كده العجينه مش هتطلع معاكي مظبوطه. تمام اهو، تبدا بقى اللي انا اعمل كويرات. حاولي بقى تحافظي على الاستاندر، يعني كله يبقى مقاس واحد بالظبط. ابدا اجيب عندي العجينه الغريبه ونبدا نكورها، عشان هنبدا نحطها عندي في اطباق، اطباق راك برضو ساعات اللي احنا بنتكلم فيها كتير جدا، وبنقول اللي احنا بنسويها عندنا على درجة حرارة 140، أطباق البورسلين اللي هي غيرت فعلا المعنى، المعنى الكبير جدا والشامل لأطباق البورسلين اللي احنا بنحطها عندنا في النيش. لا الطبق دوت بنستخدمه عادي جدا، ندخله الفرن ونسوي عليه ما فيهوش أي مشكلة، بيخش ميكروويف عادي جدا وبنسوي عليه بيطلع في الصاج حكاية جدا جدا، لأن هو إماراتي أصلا الصنع، فبصراحة الجودة بتاعته عالية جدا جدا. الاطباق ديت زي ما قلت لكم ليها مشهوره جدا بره، لها اسم كبير جدا بره وغاليه جدا بره، هنا بتتباع رخيصه جدا بالنسبه لاسعار بره ما شاء الله يعني. وهتاخديها من الوكيل الحصري، يعني هي الوكيل الحصري ليها هي شركه برايتز هاوس، هي الشركه الوكيل الحصري ليها اللي هو بيشتريها. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه وكيل حصري، بس اشرح لهم بالمختصر كده، هي شركه او شركه مساهمه بتروح على براند قوي او براند كبير جدا بره، زي مثلا اطباق راك، يبداوا هم يتعاقدوا معاه ويجيبوا الحاجه عندهم تبقى موجوده عندهم، بس هم اللي يبقوا مستوردينها في مصر حصريا. تمام، هتلاقيها موجوده على الصفحه عندهم. بصي لما كله يتقطع كله مقاس واحد الموضوع بيبقى حلو. هنا بعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي فستق، تقوم احطها كده تمام، ادي ايه بالفستق الباودر. طيب في اللي هي طبعا الغريبه تلاقيها صفرة شويه كده لان حطينا عليها ايه؟ حليب باودر. نحط عليها البول المفضل ده، اهم حاجه اي حاجه بنحطها عليها نضغط عليها ضغطه كده لتحت. تمام، وبعد كده ايوه دي تقوم عاملاها كده بايديكي صابعك. تمام اهو صابعك كده تقومي فاتحاها. فبص الفتحه بتاعت الصابع بقى، عايز اوريك حاجه حمدي، هوريك الفتحه بتاعت الصابع بتاعي وبتاع صالح. تمام، فصالح ايه؟ صالح ما شاء الله بص صابعه عامل ازاي؟ فانت ما تضربيش الايه؟ الحاجه كده اهو. بص ما شاء الله. صغيره عشان تبقى شكلها حلو كده وهي طالعه. تمام؟ اهي. الضغطه كده بسيطه بحيث ان هي طالعه بالشوكولاته كده ومتظبطه. ليه كده صالح؟ بس يا عم عشان بيزعل مني. نعمل بقى الايه اللي هي الحدوه الصغيره ديت، بنقوم عاملينها ازاي؟ يلا خلاص انا اهوت اهوت، بس هجي اضرب دي بالشوكه بس. طالما ما بتشققش وبتنزل معاك من غير ما تتفلق كده يبقى انت تعرفي انت شغاله صح. درجه حراره كام؟ 140.
طب هتقعد معاه قد ايه؟ يعني من 30 ل 35 دقيقة. نعمل اخر واحدة بس ده. بص يا حمدي، تقوم جايبها كده في ايديك تمام، وتقوم عاملها كده. حلو الكلام. وبعد ما تعملها كده تقوم لففها كده اهي بالشكل ده، هوبا كده. ايوه السلام عليك. قريبه على درجه حراره 140، ادي قدام حضراتكم اللي احنا مقطعينهم على الهواء تمام.